مشاهدي ومتابعي مراسل معاكم مراسل جريدة وموقع أهل مصر من أحد المقابر. طبعا بتمتاز القرى بزيارة المقابر في يوم من الأسبوع، وبيعتادوا دايما على الزيارة وتخدير المقابر سواء بالأشياء الخاصة بالنخيل وما يسمى الجريد طبعا لتخدير المقابر وقراءة القرآن الكريم مع الدعاء للموتى بالرحمة والمغفرة. طبعا بيكون في يوم أو يومين من الأسبوع مقدسين لزيارة المقابر. وطبعا عندنا في القرية بيكون اليوم المعتاد هو يوم الخميس بيكون الأساسي، وطبعا في ناس بتقوم بزيارة المقابر يوم الجمعة، واقتضاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أن الشيء الأخضر بيقوم بتخفيف الجزاء من الله عز وجل، أو فيما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بزيارة أحد القبور فسمع ميت يتعذب، وقام بودع بعض الحمد لله ببعض الخضرة على القبر للتخفيف على الميت. طبعا بيبقى أثناء الزيارة بيقوموا الأهل بسرد آخر ما حدث أو آخر اللحظات الأخيرة للموتى مع الذكر للمواقف الطيبة والجميلة بين الأسر حسب ذكر الميت، إن كان أب أو ابن أو زوجة أو ابنة. طبعا بيقوموا بقراءة القرآن الكريم والدعاء المتكرر له بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. وطبعا هناك آراء مختلفة على زيارة القبور، منها أنها غير مستحبة، والرأي الآخر أنها للعظة والتقرب إلى الله ومعرفة أن هذه هي الدار الآخرة وليست الدنيا الفانية. طبعا الكثير يتعظ من ذلك ويقوم بعمل الخير وذكر الله كثيرا وقراءة القرآن والمواظبة على الصلاة، والبعض الآخر للأسف لا يتعظ لذلك ويسعى ويلهث وراء الدنيا الفانية غير مكترث لأمر الآخرة. طبعا الكثير منا يفقد جزء منه سواء شقيق أو أب أو أخ، كلنا يعني نعاني من ذلك الشيء سواء بفقدان رب الأسرة أو بالابن أو الابنة أو الزوجة. طبعا نتمنى من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لجميع موتانا يا رب، وربنا إن شاء الله يجعلهم من أهل الجنة. ونتمنى إن الناس تاخد زيارة القبور عظة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليس من أجل شيء آخر. طبعا شيخ شعراوي رحمة الله عليه ذكر إن زيارة القبور إن طبعا الموتى بينتظروا الأهل على القبور، علشان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يعني زي بالظبط زيارة الحي، بيكونوا منتظرينهم في المقابر علشان يستأنسوا بيهم سواء بالدعاء أو بقراءة القرآن الكريم. وده طبعا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللعظة في نفس الشيء لأن الميت بيستأنس من الحي سواء من الذكر والقرآن. وطبعا متعارف إن القرآن الكريم والدعاء بيوصل من أي مكان أيا كان، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما عرفتكش اتغيرت كده ليه؟ الحمد لله بعد فاطمة الحمد لله. زي ما حضراتكم عارفين طبعا الميت بيستأنس بقراءة القرآن الكريم وبالدعاء ليه، وطبعا ده بيكون جزء من أنواع البر أو الوفاء من الأهل له سواء بالدعاء أو بقراءة القرآن الكريم أو بزيارة القبور بصفة مستمرة، لأن طبعا يعني الأموات بيكونوا في أشد الحاجة للزيارة وقراءة القرآن الكريم وللصدقة والدعاء. طبعا الدعاء من أكثر الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن هي بتفيد أمواتنا جميعا رحمهم الله وجعل قبرهم يا رب روضة من رياض الجنة.
وحشرهم في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والمرسلين، اللهم أمين يا رب العالمين. نتمنى من الجميع الدعاء لجميع موتانا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ونتمنى للأحياء منهم حسن الخاتمة والدوام على الذكر وقراءة القرآن الكريم، لأن دي من الحاجات اللي بيستأنس بيها الميت، وطبعا بتكون كما ذكرت منذ قليل من أنواع البر والوفاء للمتوفي، طبعا لأنه بيكون في أشد الحاجة. بمجرد الإنسان فينا ما تصعد روحه إلى برائها، خلاص بينتهي عمله في الدنيا، وله ما له عليه ما عليه من الله، تمام. ولكن بيبقى العمل الصالح والابن البار أو الابنة البارة والزوجة الصالحة، والعكس بالنسبة للمرأة سواء ابنتها أو شقيقتها أو أيا كان صلة القرابة بيقوموا بالدعاء. طبعا المداومة على زيارة القبور أنا شخصيا بعتقده من الأشياء الهامة، علشان دايما بتقوم بتذكرنا بأن لا شيء في الدنيا يسوى لقاء الرحمن الرحيم. وطبعا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أحسن الله عملنا وخاتمتنا جميعا، وغفر لأمواتنا ورحمهم برحمته الواسعة. طبعا برضو من العادات والتقاليد اللي بيكترثها البعض مع زيارة القبور هي شراء جزء من الجريد الخاص بالنخل لتخدير المقابر، كمان توزيع بعض الأموال من الصدقات على الشحاذين، إضافة إلى توزيع بعض الفاكهة على الأطفال الصغار بالمقابر، أو بعد الكبار من يزعمون أنهم في حاجة إلى ذلك. وهناك أشياء أخرى طبعا بتكون من أجل الصدقة والبر بالميت، ومن أجل إكرامه كما كان كريما في الدنيا. وهناك الكثير من الكرماء والله أكرم الأكرمين، ربنا يتغمدهم جميعا برحمته ويشملهم بعطفه، يعاملهم برحمته ليس بعدله، لأن ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. ونسأل الله جميعا العفو والعافية وحسن الخاتمة لجميع موتانا. رحم الله كل فقيد وكل شهيد وكل ميت سواء قريب أو غير قريب. رحم الله المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ونتمنى من الجميع أن يتعظ من الحالات الفردية في حوادث الموتى، خاصة مؤخرا أن هناك الكثير من حالات الوفاة بالسكتات الدماغية أو بالسكتات القلبية، وهذا جزء من معجزات الرحمن الرحيم ليعظ الناس أن الدنيا فانية وأنها ليست دار آخرة، ولكن الدار الآخرة هي خير وأبقى. ربنا يرحمهم جميعا، ونتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يحسن ختامنا، ونداوم إن شاء الله على الصلاة وحفظ القرآن الكريم، ويتقبلنا ربنا سبحانه وتعالى من الرحماء في واسع رحمته ومغفرته. حفظكم الله جميعا ولا أراكم أي مكروه. كنت معاكم من محافظة الفيوم، مراسلة جريدة موقع أهل مصر بالفيوم، هبة محروس الشاهد.